تشاهدون الآن. أول حاجة أنتم من وين؟ نحن من السودان. كلكم من السودان؟ كلنا من السودان. أنتم عائلة واحدة هنا؟ عائلة واحدة. أي في من السودان وفي من دافور وفي يعني هو السودان من في من درمان في أم مز... نيالة. نيالة نيالة مش سودان، نحن نيالة. كم واحد أنتم؟ كم عائلة؟ نحن 40 واحد حاجة. 40 واحد. كلكم تخدموا في التسول؟ لا الله غالب لا قلب حقه وديني لمده في الحكايه. انت منتقد، انت منتقد حكاكي يا محمد. اللي هي لم المغاطي، لم المغاطي هي تسول بس بطريقه عمليه عرقه، يعني هي تسول الله غالب. انت شو تقد منتي؟ انا بلقط حقه الحكاك. اي شويه شويه تلمي في الحكاك حك حكاك. ايوه ايوه. وين تبيعي فيها؟ بيح فين؟ في بعضنا. محمد الصبايا الكبار يلمدن في الحكاكي، والعيال الصغار يصبوا يلا جمع الخضر. صح؟ صح يا حاجة. صدق. 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 العيال وين هذول عيالكم تصرحوا فيهم؟ الله. أنتوا وين مقيمين؟ ما عندهم عيال، أنا ما عندي صغير زاته. ولمد حكاكي. وودي بيح في بعضنا. واحدين دقاق ما يمشوا، نخاف لهم من الدقاق. دول وين يمشوا؟ دي معاي بس. دي معاك، والدقاق التانيين؟ والله وين يخدموا؟ وين صرحوا في مشحته وين؟ والله يا راجل انتم لقوتوهم، انتم ملقوهم، هم جابوهم. انتم كيف لموكم كلكم مع بعضكم؟ نحن خمونا من الحوش. نايمين والله. والله نايمين. يا استاذ محمد نشكر الظواهر السلبيه طبعا متعاونه مع زياده مكافحه الهجره غير الشرعيه بنغازي الكبرى. قلت لك اللي يتحروا عليهم الاولاد الصغار هذوما، في اللي ضربتها سياره، كم واحد ناقضه انا من على الكوبري صح ولا لا؟ كويس هذوما العيال الصغار يدزوا فيهم يشحتوا، الكبار هذين يخش على كرمك الله شر القمامه، يلمدن الحكاكي ويلمدن العيال الصغار يصرحوا في الشاي. قاعدين الليله الجمع الخضر على الكوبري الثامه، او ما تخش للشارع نتاع الثامه اللي على اليمين عند الكوبري تلقاه مع الطريق، فهمت؟ في اللي يمد له فلوس مطرشين، تحروا عليهم خلوهم يجمعوا في حوش كله ولموه. تحيه كبيره للظواهر السلبيه. في العندجنة وفي الماء عندجنة. آه من الفرقين هنا. في معنينا من الفرقين، ما عندنا صقار، هذه صقار. انت وين مسكوك يا حاج؟ ها في الحوش. انت وين مسكوك؟ مسكوني من الحوش وما عندي جنى بيمشي بلمد بيجيب لي. كم لك في ليبيا انت عايشة؟ لا على ذهابي سنة واحدة بس. سنة واحدة، كيف جيتي ليبيا؟ جينا بعربات السعو. من المثلث؟ بالعربات حقات السعو. كم دفعتي انت باش تجي خشيت ليبيا عن طريق العربة؟ كم فلوس؟ الفلوس كم تلقينا؟ ألف ليبي؟ إيه ألف سوداني هنا. خشيتوا عن طريق المثلث ولا؟ لا تو السودان ما نعرفها، أنا جينا بالكفرة، جينا ما نعرفها، لكن جينا بالطاح الكبير. الطاح الكبير مع السعي. مع السعي؟ أيوه. كرم الله، كرم الله المشاهدين، أنت حطوك مع السعي ودفعت 1000 جنيه. وين حطوك بعدها؟ بعد اللي بين كلهم يا أبو عرف. لا أنت لما نزلت من البطاح في الكفرة، من اللي قال لك ما اللي جابك لعند أنا؟ جينا مع اللي بين السيارات. انت دفعتي بجيتي هنا؟ تو ربي السنه نسيته والله يا ربي نسيت. انت واجد؟ انت هنا عشان تخدمي؟ نخدم والله حقه، هذا صغاري، صغار بنتي هذه صغاري، والله نخدم حقه. العرف هذه داشالونا بالكراعي كلهم نعالوا شباطه ما عندي، خادونا بالليل والله انا اللي لوحدي في المحل هذا ما جيت ما نعرف سجن بكل. بيت هنا هنا وين عايشه؟ وين ساكنه؟ ساكنه يا حيتام. في الثامه؟ ايه في الثامه. نعم بتطمي. دي بيت بتطمي. يين خطارة بنيت بتطمي، بيت بتطمي، وحبوا بيت دريرة وابتجن مع العيال. تمام. جرت مع العيال وخموها جابوها. يعني تو انت بتفهميني ان هم جابوكم هنا ظلم؟ ظلموكم؟ ما ظلموكمش، نحن قاعدين نحارب في الظواهر السلبية والهدامة. وانتوا احد، انتوا احد الظواهر السلبية، انتوا اول شيء صلي بيني على النبي. شوية انت فاهمة كلامي؟
فاهمة كلامي؟ أنتوا أول حاجة جايين بطريق هجرة غير شرعية صح؟ أنت مجيتي عن طريق السيارة من الكفرة هربتي، هذه اسمها هجرة غير شرعية. جيتي من المطار أنت؟ لا، جيتي من رملة صح؟ وجايين يا الشاب، نحن جينا من السعي ونزلونا في القطرون، من القطرون جينا سفا، من سفا جينا دابية. جميل، يعني أنت جيتي مع السعي كرمكم الله، وصلتي القطرون ايش الدردقه سوا؟ لا نزلنا القطرون زي أربعة خمسة بيجي سوا، زي ثلاثة نفسك سوا. انتوا ليش ما عشتوش بكرامتكم في السودان غادي؟ ليش ما عشتوش في السودان؟ علي جايين ليبيا، ما عايش مرة، معاي الصعبة والله العظيم، معاي الصعبة. حتى انا هكي انتوا عشت كم مرة؟ الحرب حق دارفور مش دريد به خم المال البقر والابل والقنم، دين احنا سعينا ده، نحن سعينا بقي ما في المعيشه، بقت مره المعيشه بقت صعبه. يعني عيشه مره ولا كويس؟ هنا كويسه، بناكل زي الكناشه، الحمد لله. من الكناشه بناكل رز، من الكناشه من الجزيد، من الكناشه بنلبسه علشان دجينا، الحمد لله. ده بس يعني هو انتوا هربتوا من الفقر ومن العازل لغايه جيتوا هنا بيشتقوا في لكم. هي ليبيا فيها لك متعيش كويسه، بس تخشوا بالحلال، تخشوا بطريقه شرعيه، تخشوا عن طريق الجوازات. ما نظلم حد، نقعدوا معاكم ها زي ده بس ما يشيلوا حاجه. هنا شجوا المعامله، هنا اي المعامله كويسه، المعامله ما بطاله والله الحمد لله. اي ما بطاله. كم يوم انتوا هنا؟ انا من جد عندي 5 شهور. انا شويه حاجه، انت هنا في الهجره كم لك يوم؟ لا 20 يوم. 20 يوم. 20 يوم. فانت يا امجد هضمه شنو، كيف حيترحلوا، كيف حيصير فيهم، ما مصيرهم؟ اليه الترحيل تشوفوا سيد رسوة الترحيل على اليتهم طبعا، انا مكان اللي حيترحل اكيد حيترحل، لان البعض منهم غير اجراءات. يعني كل كمان معكم كم جوازات انتم؟ عندنا جوازات. وينه جوازات؟ هناك معك، هنا معنا. هاي ان شاء الله خير. من قبل انت هنا جايبينك؟ من قبل هنا جابت. انت هنا اول مره تجي ولا من قبل جايبين؟ اول مره والله. كم لك سنه انت عايشه في ليبيا؟ 5 شهور بس. اي يوم ارجي؟ أيوة. نورتي ليبيا ان شاء الله. تو تروحي السودان اخرى؟ مرحب بها. الحمد لله، ان شاء الله ربي يهدي السودان ويلم شملها وتريح ان شاء الله. اي مرحب بها. يلا مرحب بها. يعطيكم الصحة. يعطيكم الصحة. السودان احنا معاك. مرحب ان شاء الله. مرحب بكم انتوا عيالي. ريتي نحن هل البلاد كانت في حرب. ايوه تمام. البلاد كانت حايسه. فتو الحمد لله جيشنا رد البلاد. أيوة. وفي دوله، في قانون، وفي هجره، وفي ظواهر غير سلبيه، في ناس. أيوة. فنحن نبغى ليبيا تسقط، تكون دوله كويسه. أيوة. لما تسقط البلاد ونلموها كلها، تعالوا لنا مرحبتين بكم بطريقه شرعيه، تكون احسن البلاد. مرحب بها والضمه، مرحب بها، مرحب بها والضمه، مرحب بها، مرحب بها. هنا مساكين قاعدين في حضن الله وحداك وانتوا باهي. قالت البلد تبقى باهي، هنا مرتاحين بها. نهار تدكم قلتوا حرب، انا قلنا قاسي شام ما تشوفوا علينا مساكين غرباء، اتكينا عليكم انتوا، اتكينا على الله. كيف ولا والنعم بالله، والنعم بالله. قولي يلا. احد القضايا الكبرى اللي معنا اليوم في حلقتنا حناف. اول شيء انت شو اسمك؟ اسمي طارق افندي. منين؟ البحيره ابو حمص. بحيره، شو قضيتها يا افندي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه نشكر قناه ليبيا الحدث وهذا المقر زياز مكافحه الهجره غير الشرعيه بنغازي الكبرى، وانا نعرف نفسي الملازم اول ابو بكر الفرجاني رئيس وحده التفتيش والانضباط داخل الفرع المصري. هذا يقود في سياره وعرضت عليه عسكريه رشوه 1300 دينار مبلغ، ومن قبل قالوا على طريق السريع يشتري في المصرية ويبيح فيهم ويهرب في المصرية، وتم القبض عليه في داخل المعسكر بالسيارة. درت له كمين، خليته خلوه يخش مع الدم. يجي في رشوة للعسكرية بيش يطلع مصرية؟ يجي العسكرية يطمع فيهم بالفلوس، لكن العسكرية نشكرهم بشكل رجال ما باعوش الوطن أصلا. عودت ابناء تكت واحدة التفتيش، عودتها لرئيس الزياز اللي هو المقدم اشرف حسين هويدي. كري الشريف الرجل الوطني الحر. ابرم ليك انت شويك. جام السيد هذا. نعم. انت شو قلت لي اسمك؟ اسمي طارق عبد القادر. شو تخدم انا؟ انا حدد مسلح. كم لك سنه في ليبيا؟ بنيجي من 2008. 2008؟ بنيجي ونقعد هنا فتره وبنروح. كيف خشيت ليبيا؟ انا الرحله ذي جهلت. الرابعه. لكن منين خشيت؟ معدي دودي. انا معدي من وسط الجبل فند. تمام. كم دفعت باش خشيت؟ كم دفعت؟ انا جاي من سنه. من كم دفعت باش خشيت ليبيا توا؟
8000 مصري. 3000 مصري؟ 8 مصري. 8 مصري، رخيصك واجد دخول ليبيا 8000 جنيه مصري. بينما انت قلت لك كم سنه هنا؟ 4 سنين، كيف تخش من قبل كنت؟ كنت بنجي طيران على اخر ماخر، المره اللي قبل منها جاي على طيران على طرابلس 2014. بعد الكرامه حاله الحرب تم تهرب وهروب. وين مسكوك؟ حضرت الثوره. وين مسكوك؟ وين مسكوك؟ شغال في البلد ومعروف في البلد. وين مسكوك؟ الضابط انا تكلمت معه دخل بسيارتي وبعد كده رجع قال لي تعال خش جوا. بعد لقيت نفسي دخل. شوف شو اسمك انت؟ اسمي طارق. يا طارق صلي بينا على النبي. انت انا طحت خلاص، فما نبش داعي اللف والدوران والكذب. احكينا بالتفصيل اول فندق قدامك، احكي لي بالتفصيل كيف صار. الفندق قال لك انك انت تهرب في المصريه وتشي وتجيب فيهم، صلي بينا على النبي. وانت مباخ، كمل كلامي، خليني كمل كلامي. معروف وين انت؟ مع مين شغال؟ مع مين شغال؟ انت وين مسكوك؟ مسكونا هنا، انا داخل مع الضابط ولا دخلنا هنا الضابط. ليش خاش معك الضابط؟ العسكري. ليش خاش معك؟ شفين انا تعرفت عليه يا فندم، انا اخذته من هنا وكنت طالع معدي مع الطريق جاي عندي شغل برا. لقيته النبي بس كمل الكلام عشان افهم. فتره العيد. العيد من فتره العيد معدي لقيته شاور لي، ركبت معه. ركب معي. يعني انت عندك سياره؟ انا عندي سياره فندم رخص باسمي يعني عايش البلد، عايش خير بلادنا. عايش خير بلاد، حتى انا شغال فندم. تمام. كنت تخدم على الخط ولا شنو؟ يا فندم انا شغال اساسا، انا شغال حداد، ما مش على خط ولا ماشي على طريق. لقيت عسكري شيل لك ركبت معي، اخذته معي لغايه لفندم يوسف. العسكري يوسف انا بقول له يا فندم ما دخلنيش بيه. تعرفت كان لسه قاعد في ابو الجزيره، قال لي اي حاجه عندك هنا كلمني. العسكري هذا يخدم هنا داخل الهجره كده. شفته هنا يا فندم، شفته هنا ولا جبنا هنا؟ جينا. ما تلفش علي، حاطيني زبده الكلام. مبروم على مبروم ما يرولش. حلو شوي يا فندي. لا امانه نبي هو يمشي. لحظه فندي، بس لحظه، نبينا نبي هو يستصعب الكلام لانك انت كذب. ما نبيش كذب. مش كذب. انت ركبت عسكري معك طلع يختلف في الهجره غير شرعيه صح؟ تمام. جميل. كيف تعاملت معاه بعدها؟ يعني على تليفونات بينه وبينه بس. لما يمسكوا حد مصريه هنا ولا انت جيت تهرب فيهم؟ مش نجرب. انا كلمت يا فندم، في عندي اثنين حاول يدير لي فيهم راي. جميل. قال لي به مقابل؟ مقابل هو قال لي عايز 2000 جنيه من هنا لحد كلمة من هنا كلمة من هنا. قلت له لا حرام، 2000 مش 2000. قال لي على الواحد 1000. قلت لي حرام. حرام القيمة قصدك؟ على كبل. مش حرام انه هو اللي هو بدير انت وياه. انا على اساس الناس اللي لمتنا عندنا واحد حاول يطلعوا لنا طرفين حد. قلت له لا اعرف لكم حد. كلمني قال بكره نروح الهجرة شغالين وامورهم تمام ما فيش اي مشكلة. المهم قال وصلت معاه قلت له لغاية 1200. قال لي 1300. قلت ما فيش مشكله. كلمت الناس يا جدعان في كذا كذا. قال لي خلاص ماشي. المهم نحن بالنسبه للمصريين اي دفعه فلوس جميل هتدفع. ولا انت اصلا خاش لي هجره، خاش لي هجره. دفعت له فلوس. قلت له شوي شوي قلت له انا يا طارق اعطيني زبده الموضوع، ما تخشش في مواضيع ثانيه. انت لما جيت بالعسكري انا خشيت بيه العنجوه، شو صار بعدها؟ دخل بي من البوابه هذه حول على الظهر. دخلت جوا عند المكتب، قعدت انا في سيارتي حوالي زي ساعه ساعه ونص. طلعنا الثاني بعدين بعد من ساعه ونص دخل المكتب الثاني وطلعت انا داخل طلع. بعدين قال لي هات لي الفلوس. حطيت الفلوس خلينا كده تمنا ماشيين عند المكتب الثاني هناك. قال لي ده لسه محللوش كلام. احنا من اول ما دخلنا من على البوابة قعدنا بتاع ساعتين او من ساعتين ونص. من اول ما دخلنا على البوابة قعد انا في عربيتي هو بيخلص في الاجراء. شو قال لي ده لسه محلل. قلت له يا فندم انا قلت لك انا من امس ادفع لهم التحليل وشوف ان كان واحد عليه تحليل مصاب ما دخلنيش بيه. جميل. تمام؟ لا فيهم عندهم اوراق يا فندم. واحد عنده اوراق. محللنا مش بعدها كيف صار؟ في الاخر بعد ما قال لي محللناش. خدنا نفسنا وطلعنا كده قابلنا الافندي. لقيته قال لي خليك قاعد في عربيتك. خش على الافندي. لقيته جاي يقول لي في تسجيل صوت. كبسوك يا فندم. واتمسكت. قال لي في تسجيل يعني عمل لك كمين. صح؟ لا عاديك يعني هو عمل لك كمين صح؟ تمام. تحيه لرجال الشرطه والجيش. نعم. تو العسكري بعد ما بلغ من امس. انت بعد دويت له بلغ مع العسكري. هذا الموضوع ما زال طازه اليوم. هذا اول امس. يوم الاربعاء. العسكري بعد ما بلغنا قلنا له نحن نبوا عليه حاجه ثابته. اللي هي شنو؟ اول حاجه سجلوه. العسكري جاب بلغ قال لك يا فندي راهو عندنا واحد يعرض علي رشوه. عرض علي رشوه، شو الاجراء نديره؟ قلنا له امشي بالخطوه الاولى، اول حاجه سجله بالتلفون.
أعطينا تسجيل خليناه يسجل مش تبت عليه زين بصوته وجيناك وما غلطناش فيه قلنا لك هذا صوتك قلت مزبوط صح ولا لا ويعرف العسكري مش أول مرة مسكيننا حتى في الطريق السريعة من قبل عرض عليه عسكرية بألف جنيه مصرية نحن ناس من صلي خلينا ندوي بس خلينا ندوي توا هذا مش أول مرة توا الحيف اللي ليش يا سي خلي في قضية النهار توا شو صار الرجل هذا توا بتقدم بالقبض عليه بيتم تقديمه للقانون مش أي واحد أجنبي يبي يكون بلادنا يلقى رجال الشرطة في الميدان وجيشنا يدق على الخوارج غادي في طرابلس المسحان تمام وإن شاء الله ربي ينصر جيشنا وينصر رجال الشرطة ونحن قاعدين رجال الداخلية قاعدين في الميدان ومستحيل نبيعوا الوطن حتى بمليون ملايين تجيب لنا العسكرية ما يبيعوش الوطن حلو. كان العسكري يا أستاذ محمد أرام دوالناش انا فندم لنا طو... لا لا غير شوي 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 يا خلاص موضوعك انت موضوعك انتهى يا طارق بحث كلام عينات كلام عينات كلام عينات انا تو مش جايك انت فيش تخدم ولا كيف جيت انت اول شيء راجي اول قضيه عندك انك انت خارج هجره غير شرعيه جميل كل اللي موجود هنا في ليبيا هجره غير شرعيه من قالك هنا في ليبيا سايبه هي بلادنا انت مش محقق تقول كل اللي في ليبيا هنا هجره بلادنا مش سايبه لو انت تحسب بلادنا سايبه صقع على جلدك تمام هذه مش سايبه هذه امثالك انت بيجوا هنا يبي يسروا رجاله والله العظيم ثلاثه قدام بلادنا فيها رجاله ما انكم عايشين فيها بالشكل هذا فالأمجد أول شيء مشكورين وشكراً لدعمكم الكامل الأمن والأمان وشكراً لخطكم كبيرة بليبي الحدث واتصالك بنا الشخصي فهذا شيء يشرفنا أول شيء ورب يكون في عونكم الله فيك تحية طبعاً لجيشنا البطل وتحية لرجال الداخلية بالكامل علي حرصهم علي بنغازي وعلي ليبيا بالكامل ونتمنى نحن التعاون يكون من رجال الداخلية ومن الجيش نكون يد واحدة في قضاء عليها الظاهرة ظاهرة التسول وظاهرة الهجرة غير شرعية بالكامل بارك الله فيك يعطيك صح مشكورا شكرا بكم مشاهدينا الكرام حلقتنا اليوم انتهت معاكم برنامج الجولة كانت حلقة ممكن صعبة شوي وقوية شوية لأن المواضيع اللي فيها معاش تمت مواضيع سهلة يعني شاهدنا اليوم أول وأكبر قضية نحن نعاني منها داخل بلادنا هو موضوع التسول أو بالعامي شحتات اللي في الشارع متوزعات في كل مكان يأخذوا بقلوب الليبيين الطيبين عاطيني ويتحكي للأسف باللهجة الليبية باش تحنن اللي قدامه ونحن للأسف طيبين ونعطوا في الفلوس القضية الثانية يعني شفتوا انت موضوع السودين النساء عائلات بالكامل الصبايا جايات هربات من بلادهم القضايا عندنا الله أعلم شو البلاد اللي عندنا مناش عارفين لكن رجال الشرطة ورجال الهجرة غير شرعية ورجال مكافحة الظواهر السلبية اللي نحييهم تحية خاصة على البدء في القضاء على ظاهرة التسول هذه من ناحية الناحية الثانية مجموعة الهجرة اللي ورانا 440 مهاجر ما بين جنسية مصرية سودانية تشادية وجنسيات أخرى تمام؟ والعدد في الزايد العدد كل يوم يزيد نحن لو أنتم شايفين في قناتنا الموقرة غطينا كم من مرة ما بين جولة ما بين متابعات ما بين ترس ما بين الأخبار ما بين داخل الهجرة ونقول الحمد لله رجال يخدموا ما شاء الله هم يخدموا لكن الموضوع يزيد شوفوا توانتوا هنا مثلا عندك شوفوا الكمية الكبيرة من الشباب المصريين اللي عايشين في بلادنا بهجرة غير شرعية كلهم جايين من غير جوازات جايين من غير أوراق جايين كلهم كما هم يقولوا عن طريق السلكان تهريب
يخشوا في الحدود يدفعوا فلوس ويهربوا ب 3000 جنيه 8000 جنيه مصري برقاق يبيعوا في البلاد. وما زلنا نقول له مش عليه هضومه، هضومه ممكن هاربين مساكين جايين من الفقر ومن العازه ومن الاحتياج ومن المال بلا 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 بلا، بس اللوم على من؟ على اولاد البلاد اللي باع القضيه. لو ما هربوهم من مصر وجابوهم من عند هنا، من اللي واصله من مصر محدود اللي عند بنغازي ولقيناه في كل مكان. فنحن بنلوم على من؟ اللوم على السراق اللي خش الحوش، ولا اللوم على صاحب الحوش اللي خلى الباب مفتوح؟ فهذا هو احنا اليوم نقول. لكن نحكي مع نقوله في ناس خارجه على القانون تبيع في بلادنا، لكن في رجال في القانون في الجيش وفي الشرطه دمهم وكل ما عندهم كل ما يملكوا من اجل ان تكون بلادنا في امان. ضحينا برجال وضحينا بدم الشهداء مش عشان خاطر بلادنا تقعد هيدقه ولاي حد يبي يجي، ضحينا بالدم مش بلادنا تعيش في امن وامان واستقرار. دولتنا الحمد لله كل يوم في قوه، الجيش ما شاء الله في كل مكان، شرطة في كل مكان، رجال الصاعقة في كل مكان، رجال الهجرة الشرعية في كل مكان، الظواهر السلبية في كل مكان، يعني ما عندكم وين تفكروا تلعبوا بالبلاد. حتى حاسب بلدي بدا بقوة وإن شاء الله طفي الكل. فنحن حلقاتنا وزارة معاكم مستمرة اللي عندنا وصلوا لكم آخر حاجة في البلاد بس يكون فيها الأمن والأمان. تحية خاصة لرياض الحرابي اللي صورت هالحلقة اليوم، وسامحونا كان انفعلنا على أحد من القديم بس غيرتنا على هالبلاد هي السبب الأساسي. في الختام شكرا، يحفظ الله بلادنا، يحفظ الله وطننا، وينصر الله جيشنا. السلام عليكم.